الفائز معنا اليوم هو عبد الاله الروخو، ولكن تعذر عليه انه يكون حاضر معنا اليوم بالنيابه عليه. اكيد كاين الاخ ديالو اللي غادي نتعرفوا عليه. خالد الروخو. نتاكدوا بعدا واش انت خو ولا ماشي خو. شنو المسابقه اللي شارك فيها الاخ ديالك؟ اخر رنا. شحال ربح ديال الفلوس؟ 100 دولار. شحال في عمره؟ 35 عام. فكرتي بزاف عليا، ماشي خوك هذا. ها هي 100 دولار اللي ربحها الاخ ديالك بالصحه والراحه، ووصلها ليه من يدك ليدو، راه فلوسه رزقه هذاك.